بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لعيد الاستقلال المجيد، تم تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية بإقليم طاطا. اليوم غادي نشهدوا واحد العرس استثنائي اللي غتم فيه اعطاء انطلاقه لواحد ثلاثه المشاريع مهمه اللي هي القاعه المغطاه والمركز ديال الصناع التقليديين والمركز الصحي. وبهذه المناسبة أشرف عامل إقليم طاطا صلاح الدين أمال والوفد المرافق له على تدشين القاعة المغطاة في المسجد، وعلى مستوى ذات الجماعة تم تدشين المركز الصحي الحضري 1 ولاد هلال. تم اليوم تدشين مركز صحي الحضري مستوى 1 ولاد هلال. المركز ان شاء الله غادي يوسع من الخدمات الصحيه، خاصه الخدمات الصحيه للقرب، سيستفيد منها اكثر من 4000 شخص. كما همت هذه المشاريع ايضا تدشين قريه الصناع التقليديين بفم زقيد في اطار شراكه بين وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجلس جهه سوس ماسا والمجلس الاقليمي لطاطا وجماعه فم زقيد.